الناس ده يصير الطفولة، وكل واحد يسوي البحث حقه على فكرة. كل مثلا في العالم العربي أو يجمعها إن عبارة عن دكتورة، يعني واحد حط وبحث سواه. لا لا لا، ده عندهم بحث اسمه البحث التجريبي، ياخذ البحث 20 سنة، ياخذ البحث 15 سنة، ياخذ البحث 7 سنوات ونص، جيد؟ ويكون معاه خلفية نقاط، ويصير عنده مدرسة كاملة يشوف معاه. هي نسب نظريات، اللي يقول نظريات يقول له تعال، أنت إيش تعرف عن العلماء حقها؟ عشان تقول نظريات كيف تحكم؟ أنا أبغى مرجع علمي. إيه؟ اما وجهه النظر لا، ولازم نقراها. واليوم اذا بدنا نتطور نتطور في هذه الثلاث مداخل. شوف ايش قالوا؟ قالوا اول مدخل عندنا في بعضهم، شو قالوا؟ يتعلم الانسان من خلال هذا الواحد اول مدرسه اول منحنى قالوا عندنا المدرسه الارتباطيه. مدرسه يقول يتعلم الانسان من خلال ارتباطيه. كيف يعني ارتباطيه؟ قال لك الانسان اصلا يتعلم من خلال مثير واستجابه. يعني تجي انت للطلاب، تدخل الطلاب والطالبات وتقول لهم انا بعلمكم درس، اللي راح يجاوب راح اخذ جائزه، اللي راح يجاوب راح اعطيه درجات. في ارتباط ما بين مثير وما بين استجابه، عشان كذا الطالب يستعلم، لانك انت قلت للطلاب لو سويتم كذا ساعطيكم كذا، وبالتالي في عندنا هنا عمليه التعلم سن ما بين مثير ويعطينا ماذا؟ استجابه. وهذول في اي مدرسه نسميها؟ مين اللي داخلين معنا في المدرسه دي؟ هذول داخلين معنا في المدرسه السلوكيه. هذول الناس اصحاب المدرسه السلوكيه يعتبرون من اقدم المدارس، هم والمدرسه اللي بعدهم يعتبرون الاقدم، المدرسه الثالثه هي الحديثه، المدرسه الثالثه اللي ظهرت في اخر 30 سنه، اما المدرسه الاولى هي مدرسه السلوكيه، مثير يعطينا استجابه. الفكره البسيطه هي بالشكل التالي، اذا عملت كذا راح اعطيك جائزه، اذا عملت كذا راح اضربك. خلاص؟ وبالتالي ما تسمع حتى مع ابنائك، يا ولد لا تلبس البريم، لبس البريم راح اضربك. وحتى بعض الامهات ماذا تفعل؟ تاخذ يد الولد شوي على الابريق عشان يعرف انه ساخن، في شيء يقول خاص مره ثانيه اسبوع كذا راح احط لك على من؟ على الابريق. اذا هي عباره عن مثير واستجابه. التعلم يتشكل بهذه الطريقه، ان انا خوفا من الاستجابه التي تحصل عندي وخوفا من المثير، فانا لا اريد ان اعمل هذا السلوك. وفي عندنا كثير من المعلمين يستخدم هذا الاسلوب، اليس كذلك؟ يعني المعلم يقول للطلاب اول حصه يقول لهم شوف يا فلان اللي منكم راح يجاوب معي راح يعطيه درجات اكثر. الذي هو مثير واستجابه. سؤال، هل هذه الطريقه سيئه؟ لا، هذه الطريقه جيده، فعاله الا انها عندها مشكله. ما المشكله عندها؟ لا تمشي مع كل الطلاب. هذه ممكن تمشي اصلا مع الطلاب بسيطين. متى تنفع؟ معنا تنفع معنا مع التعليمات، مع الاساسيات، لان انت داخل الان الدرس الحصه الاولى تستعطي تعليمات. التعليمات تقول له هذا خط احمر، اذا عملت كذا راح احاسبك عليه، فهي تمشي معنا مع الاساسيات. طيب ليش ما تمشيش مع كل البشر؟ شوف يا جماعه، الفكره الاساسيه اللي حطها هنا، حطها واحد اسمه بافلوف. بافلوف اصلا ليس عالم علماء النفس، بافلوف عالم احياء. بافلوف كان يسوي دراسات على الكلب رحمه الله عشان يدرس من اين يفرز الدعاء؟ هل الدعاء يفرز من المعده ام يفرز من الفم؟ وانتم تعرفون كلكم قصه بافلوف، شو بافلوف يعني حصل عنده اقتران شرطي قدام اللحم وقدام الجرس للكلب. اللي حاصل الانسان يا اخوة الكرام يا شباب عند البوفيه يا شباب عند البوفيه الصوت بس يا سمحت اوكي قد يقول لي شخص ما كلمه اقول اللهم اني صايم، فانا اختار استجابه مختلفه،
وبالتالي انا الذي اقوم بعمليه تشكيل افكار. فشو قالوا؟ لا، في شيء غريب ما بين الوجود والاستجابه، يوجد مكان هنا يسمى حريه الاختيار. انا استطيع ان اختار خيار اخر. بعض الطلاب لما تاتي تقول للطالب تقول له لو جاوبت معايا ساعطيك درجه، يقول لك ما ابغاش درجه، انا ابغاش درجه. يا حبيبي جاوب. طيب هذا ايش يسوي له؟ هذا ليس يحمل خريطه التوفيق والاستجابه. فبدأوا يبحثون عن شيء اخر، قال لك نبغى نشوف ايش المسافه الموجوده ما بين المثير وما بين الاستجابه. ماذا يتحكم لدينا في حريه الاختيار؟ ماذا يتحكم عندنا في حريه الاختيار؟ فبدأ تشوف على هذا المجال من تعرف تطور ماذا يتحكم عندنا في حريه الاختيار. لابد من تمثيل المعلومات بصريا. يعني كيف؟ قال لك
عشان معلومه تلصق عند الطالب لازم معلومه تكون لها صوره تعبر عنها. رمز الصوره تعبر عنها. لما اقول لكم الان ايها الاحبه، لما اتكلم لكم الان واقول لكم مثلا ورده، ايش دي؟ على طول بشرت اللي يطلع عليها صوره الورده، فقد يكون ورده وقد يكون شيء اخر. لكن انت مجمل هي كلمه، الكلمه استطاعت الصوره. ولذلك هذولا اعتنوا كثير جدا بحاجه اسمها موجات الدماغ، شيء اسمه يعني في الصيد دماغ اليمين واليسار السبب عشان يتعب تفكيرهم. طبعا حديثا طيب شوفوا يا اخوتي الكرام، يعني انا استحي والله اقول لكم، بس في عمليتين ما راح يتم سوا، ان نستمع نتكلم سوا.